رغم تخصيص وزارة الفلاحة منصة رقمية لتحديد عناوين نقاط بيع المواد الفلاحية الواسعة الاستهلاك عبر التراب الوطني، إلا أن جولتنا هذه في أحد شوارع العاصمة كانت كفيلة بكشف عدم معرفة المواطنين بنقاط البيع. أنا واحد ما على باليش ولازم حتى نستي باش نعرف وين يبيعوا اللحم تاع 120,000 ولا الدجاج. ماذا بيا نعرف وين رخيص بيان سيغ كاين اللي ما يحبش، مي ما عرفناش كلش غالي. انا اللحم يقولوا لي ساندي كاين ولا شان عليه، انا ماذا بيا نشري ب 120 وماذا بيا نشري اقل وعلى نشري 220 ولا 240. ماذا بيا نعرف نقاط البيع هذو وين كان وين كان المكان تاعهم وباش تكون الحاله موفره وزين نبلغ لخوتي والجيراني والحبابي باش نحسب الظروف تاعهم ونحسب جيوبهم. صح نسمعوا كاين اللحم كاين اللي فيوند كاين منا بهذه السومه، بصح الناس كي طرح ما تلقاش يا خويا لا لقات تلقى لاشان راني نقول لك تاع 5 سوايع 6 سوايع. اطلاق المنصه بعد ايام من حلول رمضان خطوه تراها المنظمه الجزائريه لحمايه وارشاد المستهلك متاخره، لكن يمكن التدارك وتوجيه المواطنين نحو مواد غذائيه تناسب امكانياتهم. تعانينا في الايام الاولى لان المستهلك كان يتواصل معنا كمنظمه جزائريه لحمايه وارشاد المستهلك ومحيطه، يطالب بالعناوين، يطالب بالاسعار، بمعلومات وحق المستهلك، يعني من بين الحقوق الاساسيه للمستهلك هو حق المعلومه. لذلك يعني نبارك هذه الخطوه التي جاءت متاخره، لكن يعني احسن من لما تاتي نهائيا. نتمنى انه في المرات القادمه، وهذه كتجربه في المرات القادمه، انه يكون التحضير للتواصل او اعلام المستهلك يكون تحضير مسبقا. وللوصول الى تلبيه حاجيات المواطنين خاصه خلال الشهر الفضيل، يرى خبراء ان الاستشراف والتخطيط المسبق وفق استراتيجيات ومعطيات دقيقه عوامل كفيله بالوصول الى قرارات اكثر نجاعه.